بنت عشاكر عبد الرحمن ابو عرب، عندي 54 سنه. نزيه احمد حامد ابو عرب، اخو المعتقل او المواطن احمد حامد ابو عرب. انا المواطن احمد حامد احمد ابو عرب، المقيم بشلال مركز الاماره الخيريه محافظه القليوبيه، وعندي ابن، عندي 6 اولاد من ضمنهم معاطي احمد حامد ابو عرب، دبلوم صنايع، شغال في شركه غاز هنا في المهندسين. طبعا احنا عيله بفضل الله، يعني لنا باع كبير قوي في السياسه. طبعا انا كاخوه، انا دخلت 4 مرات، دخلت في قانون الطوارئ 7 مدو في 2008، واعتقلت في 2005 برضو من قبل الدولة، وادخلت في 2010 قبل الانتخابات، قبل الثورة. المهم جينا احنا رحنا التحرير، انا ووالدته واخوه والاسرة كلها، ورحنا التحرير. المهم اتمسك في التحرير، ابني اتمسك في التحرير يوم 3/2، يوم 9/2 بالظبط اتحكم عليه ب5 سنين سجن، بدون ما ادرى ولا اشعر ولا اي محامي راح هناك ولا اعرف، ما عرفتش الا لما رحت سالت في الدفاع، وزاره الدفاع، قالوا لي ابنك في سجن ايه؟ الوادي. نبذه بسيطه عن معاطي. معاطي مواليد 1/10/1989. معاطي من ابطال الكونغ فو الموجودين في مصر. لعب نادي تبع الجيش سنه تحت سن 12 سنه. لعب نادي القناطر تحت 16 سنة و18 وشباب. حصل على بطولة الجمهورية في الكونفو، وكان مرشح منتخب مصر في سنة من السنين. ثم تخرج من دبلوم صنايع قسم صغرفة، ومعاطي من الناس الموهوبة جدا في موضوع الرسم، موضوع الصغرفة والرسم والنحت هذه كلها. ثم يعني اشتغل بالعقد مؤقت في شركة غاز نتاجاز، وقبل الثوره طبعا كان هيبقى من ضمن الناس المعينين في الشركه. طبعا احنا يوم 25 الثوره قامت في مصر، فقمنا طبعا اتحركنا كشباب، وكان معاطي معنا واهالينا وزمايلنا واصدقائنا. ثم جمعه الغضب اللي يوم 28، وطبعا بعدها ما روحناش، يعني قعدنا في التحرير كلنا، ان كان والدي او والدتي او اختي او اخويا. معطي من ضمن الناس اللي بيقعدوا معانا، كان بيصبح الصبح يروح الشغل ويرجع تاني للتحرير معانا، يقعد لغايه الصبح او يقعد معانا يومين ثلاثه ويبدا هكذا شغالين. هو من ضمن الناس اللي كانوا بيجيبوا لنا الحاجات المهمه اللي احنا عاوزينها. يوم ثلاثه معطي تاخد من 3/2، اليوم ده طبعا كان معطي معانا. ثم يعني احنا قلنا له يجيب لنا حاجه معينه كده من بره، اكل وحاجات. في اليوم دوت يعني تاني يوم، اليوم موقعة الجمل، كان في ضغط عينة قوي في جوه في الميدان. طبعا بطاقة معاطي وهدوم معاطي وكل حاجات معاطي موجودة معانا. اتصل بيا من بره قال ان في ناس يعني بيهاجموا الناس بتوع التحرير وانا بره من الناحية دي مش عارف اخش. فطبعا قلت له خليك، انا احاول اخرج بمجموعة معانا من التحرير نجيبك ونيجي يعني. فطبعا انا خرجت، فوجئت الناس على كوبري 6 اكتوبر ماسكين فيه ناس من هم البلطجيه يعني، وبيتخانقوا معايا. فطبعا على ما جريت ولحقته، فالشرطه العسكريه خرجت من ميدان من متحف مصر، المتحف المصري من يمة الكورنيش. فطبعا مسكوا كل الموجودين، فانا رحت للظابط، كان ظابط مخابرات هو، قال لي والله ده هستعلم عنه بس هشوف بس ايه الناس اللي انت عارف اللي هربانه والناس اللي موجوده مسجله، فانا هستعلم عنه بس وهجيبه لك، مش نص ساعه استنى. فطبعا انا استنيت يجي اكتر من ساعه 2 3، قعدت لغايه العشاء. طبعا معاطي تاخد الساعه 2 الظهر، بس خدت بعض جريت قعدت ادور عليه، وبعدين قالوا لي ده هو في المتحف وروحك والصبح هيطلع. روحت قمت من بدري لبست ورحت تاني، قعدت لحد بالليل الساعه 12، وبقيت اقول انا عايز اخش اجيبه. وبعدين ده جيت قالوا الناس قالوا لي ده رايحه لهم الساعه 12 بالليل. فقالوا والله الناس كلها اللي احنا خدناهم لسه ماشيين دلوقتي، ففينا يا جماعه ما فيش موجودين. نسال عليه، قالوا ده ساعه حاجه وهيخرج، اللي ساعه هيخرج بعدها قالوا ده حولوه السجن الحربي. رحت رايح على السجن الحربي اسال عليه يوم 5، وطبعا راح هناك، رحت يوم 5 قالوا ده جه امبارح هنا، وهو راح النيابه العسكريه